احنا كان النهارده عندنا اجتماع متابعه له خصوصيه ان احنا بنتابع نتائج تشكيل غرفه الطوارئ وغرفه العمليات اللي احنا تم تشكيلها في مجلس في الديوان العام وفي بعض الاجهزه التنفيذيه. النهارده كنا بنتابع الاجراءات اللي بتتخذ بواسطه الجهاز التنفيذي لدعم وتعضيد العمليه الشامله اللي اطلقتها القوات المسلحه امبارح في مكافحه الارهاب. الحمد لله المنظومه الصحيه خدت شكلها النهائي، كل الاجهزه المعنيه على اهبه الاستعداد، عندنا رفع كامل للطوارئ داخل المحافظه وخصوصا العناصر الامنيه تامين الاهداف الحيويه. بنتابع بقى اي تداعيات موجوده داخل المحافظه، لكن الحمد لله الامور ماشيه كويس واحنا داعمين على تواصل كامل بالاجهزه المعنيه لغايه ما تنتهي العمليه وتحقق اهدافها خلال الفتره الجايه باذن الله.